سي فري كتشوف فريق جديد اكثريه لاعبين جدد، ما باش يكون انسجام لازم شويه صبر على الفريق. ان شاء الله مع من قادم الجولات ان شاء الله نكونوا بري ان شاء الله. والله ما خاص والو، رانا نخدموا تري بيان مع لو ستاف. ان شاء الله حنا خاصنا غير فوز واحد باش ناكدوا الانطلاقه تاعنا ان شاء الله. نهنى اللاعبين على المردود اللي قدموه اليوم. سي فري سي 3 ماتش من عندنا دو بوان، بدايه ما كناش توقعوا فيها، وين التحضيرات جات في ظروف مليحه، وين كانت استخدامات نوعيه، من هذه البدايه ما كناش قرعوا فيها. ان شاء الله حنا كاين كاتريام ماتش هذا ادوميسيل، ان شاء الله هو اللي نجيبوا بلي 3 بوان تكون الديكليك تاعنا ان شاء الله. ما يخفاش عليك ليكيب جديده، نعتبرها نتيجه سلبيه ولو انه نتيجه منطقيه. كل فريق اليوم حب يربح لكن في نفس الوقت ما حبش يخسر. نظن باللي نتيجه منطقيه، كل يعني الكرات يعني كانت كره ثابته، يعني الخطر الكبير كان كره ثابته سواء من فريق ام الاربعاء ولا فريق المولوديه. يعني في اللعب انحصر في وسط الميدان، كان اندفاع بدني كبير، هذا راجع يعني كل فريق يعني دار نتيجه سلبيه الاسبوع الفارط، ما حبش يزيد يدير نتيجه سلبيه اخرى. نقطه ما ترضيناش ولكن نقطه احسن من لا شيء، ولا غير نقطه في استادنا ولا غير مخيبه للامل. وكنا حابين نربحوا، هذا ربي مكتب، هذا واش كتب ربي. دوكا نراطرابيو في لي زونترينمون ان شاء الله، باش جايين لي ماتش واحد اخرين نخمو فيهم ان شاء الله، باش نعاودوا نولوا الجاهزيه والفورمه تاعنا ان شاء الله. امام منافس عنيد مولود الجزائر، معروف غني عن التعريف. الحمد لله احنا قدمنا واش قدرنا عليه، وحبينا نفرحوا الجمهور تاعنا، وين ما وفقناش ربي مي ان شاء الله نعوضوا لي ماتش الجاي ان شاء الله في الخرجه تاع شبيب تصور امام بشار.